يا هلا فيك يا خلود مرة ثانية، هلا فيكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام. نفس ما قلت لكم خلود، أنا في إدارة الأرصاد الجوية في مطار حمد الدولي، بنعرف حالة الطقس بالتفصيل مع أخوي علي أحمد البعينين متنبئ جوية. هلا مرحبا فيك معنا اليوم. أهلين. بداية خلينا نتكلم عن توقعاتكم للجو اليوم. الجو الله يسلمكم، يتصف الجو اليوم مثل ما احنا شايفين أو الكل المستمعين والمشاهدين شايفين أن الجو اليوم قايم. فالجو طيب اليوم، شمال جنوبيات، الرياح كلها جنوبيات بسبب اللي هو المنخفض اللي موجود فمأثر علينا بالجنوبيات، فبيكون الجو لطيف جدا اليوم. الحرارة تقريبا ما بين 25-26 درجة مئوية، والتحذير موجود على السادة يعني مرتادين البحر ينتبهون يعني لا يغرهم الجو الحين على السواحل، فالتحذير موجود والأمواج عالية في عرض البحر، فهذا بشكل عام اللي يتصف فيه الجو اليوم. احنا لاحظنا الاسبوع اللي طاف على نهايه الاسبوع ارتفاع في درجه الحراره. اي نعم، هو الله يسلمك المنخفض اللي موجود علينا اثر علينا برياح جنوبيات او جنوبيه الى جنوبيه شرقيه، ساهمت على ارتفاع درجه الحراره مما ادى الى ان الكل حس بالدرجه. والجدير بالذكر ان من قسم المناخ عندنا عندهم اللي هو ريكورد على درجات الحراره، فخلال شهر يناير يوم شفنا الحراره لمده 50 سنه ورا كانت أعلى درجة حرارة في شهر يناير هالسنة كانت 32.4. نعم، وإذا بنتكلم عن الرياح وسرعتها. نعم. الرياح الله يسلمك جنوبية مثل ما قلنا، جنوبية شرقية، تكون من اليوم خفيفة إلى متوسطة على السواحل وقوية في عرض البحر، لكن مع الأسبوع الجاي الكل بيلاحظ أن في نشاط في الرياح. هل في غبار؟ الغبار دائما على المناطق المكشوفه مع الرياح النشطه الى القويه، خصوصا المناطق المكشوفه بيثير العج. زين، شلون بتكون الرؤيه؟ الرؤيه ممكن توصل على المناطق المكشوفه الى كيلوين. كيلوين او اقل احيانا. زين، خلينا نتكلم عن يوم الثلاثاء بالتحديد. اي نعم، ما دام بان اليوم الرياضي والكل. نعم. بيكون نشاط زايد في الكورنيش. عدل، كيف بيكون الجو؟ ان شاء الله نتمنى يعني من الله ان الجو يكون لطيف، لكن بنقول بشكل عام هو بيكون الرياح جنوبيه الى جنوبيه شرقيه خلال هالاسبوع، وبيصادف اللي هو اليوم الرياضي الكل بيلاحظ ارتفاع درجه الحراره. يعني الحراره باليوم الرياضي بتكون حروه 27 درجه مئويه. نعم، فبيكون في نسبه حراره ملحوظه، رياح يعني فيها اعتدال، فيها نشاط خصوصا على الاماكن المكشوفه، كل ما دخلنا للدوحه يخف هذا النشاط خصوصا على البنيان والتضاريس الموجوده في. نعم. في المدينه كحد ذاتها. عرض البحر تحذير اليوم الرياضي. زين، احنا نقوم الحين صار لنا من الاسبوع اللي طاف نقوم الصبح نلاحظ شويه ضباب. عدل. زين، هل الضباب بيستمر؟ لا طبعا، لان الاسبوع اللي طاف كان عندنا استقرار في حاله الجو وكانت الرياح جنوبيه شرقيه مع نسبه بروده، فالرياح الشرقيه الخفيفه اللي بتصير لها شبه استقرار بدايه الصباح بتاثر الى فرق الحراره بين البحر والبر الى تكون الضباب. فالاسبوع القادم او الاسبوع اللي احنا فيه الحين بيكون كله في نشاط في الهواء، ففرص الضباب شبه معدومه ان شاء الله. انت مدام احنا مدام قلت لنا ان في ارتفاع في درجه الحراره هالاسبوع. اي نعم، يعني بتكون ملحوظه. بتكون بترتفع يعني بالضبط؟ هو احنا ذكرنا قبل فتره ان متى بتكون مرتفعه اللي هو يومين الخميس والجمعه، الكل بيلاحظ ان في نسبه حراره. يعني الحراره اذا قلنا مقارنه بالارقام، اذا اليوم 25-26 وباقي الاسبوع لين يوم الاربعاء 27، الخميس والجمعه بتوصل لين 30، يعني بتتم في ارتفاع. بتتم في ارتفاع، واتمنى الاسبوع اللي بعده ينخفض مع المرتفع ان شاء الله. زين، وختاما نهايه الاسبوع ان شاء الله كيف بيكون الجو؟ ان شاء الله لنهايه الاسبوع عندنا الجو مثل ما قلنا التحذير مستمر معنا لين يوم الخميس. الويكند احتمال لحد الحين، لانه من الاحد للخميس احتمال الخميس التحذير موجود، لكن من بعد ان شاء الله للجمعه او السبت احتمال يلغي. زين، اهم شيء لانه في ناس بيروحون سيلين، في ناس بعد بينزلون البحر. عادل عادل. لا بس يعني قبلها بخبر، يعني احنا دائما مع تواصل مع الجمهور ونبلغهم اول باول، بس لان خمس ايام الاحد الاثنين ثلاثة الاربعاء الخميس نشوف لحد الحين تحذير موجود، نتمنى ان من بعد الخميس الجمعه يبتدي يغل ان شاء الله. التاشيرات المبدئيه تقول انه بيغل ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. يعطيك العافيه. الله يعافيك ويسلمك. تسلم، ما تقصر على هاي الاخبار عن الطقس. مشاهدينا ومستمعينا، هذا كل شيء كان عندي من اداره الارصاد الجويه في مطار حمد الدولي، والكلمه عند الشيخ خلود.